بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورحمة بعجاله بفضل الله تعالى عما نواله وجل جلاله. وأتحدث عن آية وردت في سورة هود عليه السلام. يقول ربنا العزيز: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. يعني هذه الآية دي تصف من زمر من البشرية عبر التاريخ كله. الذين يصدون عن سبيل الله، يعني ما يزيش هو كافر أو ملحد أو مشرك، يكون عنده هدف في حياته وأن يخلي الناس تتبع أوامره ونواهيه. يعني تضخمت ذاته النتنة إلى مستوى فوق ما يتصور الإنسان، حتى وقع تشويه كبير في ذاته وصفاته وأقواله وأعماله. ونحن عنا اليوم القنار بزيت في العالم كله، خاصة في العالم الإسلامي، ظهرت من تيارات هدامة باسم الإسلام، وهذا لا يجوز أن تسكت عنه الأمة. لابد أن تقف موقف منا بطولي إن صح التعبير، وموقف فيه وقاية حقيقية، لأن الضرب على أيدي هؤلاء سهل بحول الله تعالى، شوية جرأة في سبيل الله. وأعلم أنا من ضمن خبرتي أنهم أولي عزم ضعيف جدا، عزم على إظهار قوة ليست بهم قوة. هذا يعني سبيل الناس اللي دائما يظلوا في الناس، يصدون عن سبيل الله بإضلالهم للناس، لأن سبيل الله كله خير. ولا شك في أن الله الله، ولا شك في أن سبيل الله هي هدية الله، ومن ضيع هذه الهدية فقد وقع في غضب الله وسخطه ليلا نهارا دنيا وآخرة والعياذ بالله. ولهذا الناس اللي قاعدين اليوم تايبين هالتيارات هذه، راكم ماكم فاهمين روحكم. وإذا كان دعيتم الإسلام فلستم منه أبدا. الإسلام هو سلام، الإسلام هو اعتراف بربوبية الله، ونعلم أنه قلنا ليوصي ولا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واليوم بخل بكلمة أو بإشارة تردع هؤلاء، أو عمل يأتي على أعمالهم بالدمار والخراب والبوار والشنار، اللي مش يبقى الآن غدا سيدفع ثمن باهظا في الدنيا في نفسه وزوجه وأبنائه وخلانيه وكل من يدعي أنه من أهله، سيندم ندما كبيرا قبل من موت، يرى العجب والعجب على أيدي هؤلاء لا قدر الله، ويندم على الفرصة اللي ضيعها. لأن الفرصة إذا كان ضاعت في هذه الأحوال تصبح غصة بمكان والعياذ بالله، ولا يستطيع أحد أن يتخيلها أو يتحمل تبعاتها. ولهذا من أنذر فقد أعذر. الناس قاعدة تحذر أسلحة بكل نوع، وقاعدين يحضروا في أماكن معينة يختارون، يهزوا الصخور من أي نوع، سواء كان من الهدم ولا من الشاطئ من الأودية، من كل مكان، ولا حتى حجر شارين الناس مش يبنيوا به، يهزوا ويهزوا ويحطوا في أماكن استراتيجية عندهم هما، لأنه مش هشموا وبعد يدخلوا على الناس، لأنه يعتبروا الناس قد كفروا. وهذا لا يجوز في دين الله، أن نكفر الناس قبل أنهم يعلنوا عن كفرهم، وثم ليس أن نحارب الكفر في كل آن. نحن لا نحاربه إلا إذا حاربنا، ولا نحاربه إذا كان ليس لنا حيلة أخرى. ولهذا اللي قاعد يشري اليوم في الشبوك هم هؤلاء التيارات الهدامة، يراه يعتبروا روحهم مسلمين، وأنا أعلم عنهم الكثير، لأن اتصلت بهم وكنت أداوي فيهم. الناس من أشرار القوم، سي لا ركعي. الناس هذوما اليوم قاو ملك من صهوت جواد، وهو جواد الإسلام، ويوين من يستغل هذا الجواد بغير حق، لأن الله سيعذبه عذابا ليس له مثيل، لأنه تركب على صهوة جياد إسلامية أو تركب في قطار إسلامي، فأنت ظالم نفسك، لأنك لست مؤهل. المؤهل هو من أسلم أمره كله لله ولا يأخذ مكان الله. أنت اللي تحكم على الناس وقت صدورهم. هل لك أن ترى ما في صدرك من ظلمات،
وما في عقلك من غيابات ومن جهالات، وفي منطقك من هنات ومن قذورات. هل التفت إلى نفسك؟ وأنا أعلم منكم ما لا أحوال وأحوال، وأعلم عنكم شناعات وشناعات. ولهذا اتقوا الله قبل أن يفوت، وتقولوا هيهات هيهات، وإذا جاء الفوات فقد جاء الممات، وبئس هذا الممات. احذروا هذه الأمة، نحرها لم يستيقظوا بعد، ولكن حين يبدأ الاستيقاظ يدخلون في دين الله أفواجا بحق وبعمل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية خذوا منها كثيرا يرحمكم الله قبل أن تفتك بكم هذه الأمة، لأنكم لا ترون ما بعد أنوفكم، وإن رأيتم وإن قدرتم على رؤية أنوفكم فهو خير لكم. ولهذا أرى أن الأمور قد استعجلت، والأمة لابد أن تستفيق وتقف على قدميها وتكبر بحق وتبطش بحق، لكي يدب الظهر في قلوب هؤلاء المدمرين المكفرين لخلق الله. نعود إلى الآية الكريمة، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون، يعني سبيل الله هي واضحة، هي بينة، هي ما فيهاش لف ودوران، فيهاش تعتيم، فيهاش ظلمات، فيهاش عدم تحديد. الأمر يرجع لله، وما سوى الله فهو باطل، ودين الله هو غالب الأديان، ولا يقف أمامه أي زمان ومكان. الدين هو لله وحده، هو الذي طاده لخلقه. فهلموا يا من ما بقيت فيكم ذرة إيمان إلى نداء الرحمن، وافعلوا بهذه الآية الكريمة، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا، ولتكلاش دائما منحاربين. فما في الدنيا لهم، وما الحق لهم، وما من يحارب في سبيل الله لهم، يعني حرب. وش منا ولو تاخذوا الحكم مش تعملوا، الناس كلها تجي ضدكم. انتم اشأم ما رأت هذه الأمة عبر تاريخها، مش أصحاب الحمار، انتم اشأم من ذلك. الذين يصدون عن سبيل الله، وأكد على صاحب الحمار لأنه أحمر من حماره، وكان شكك ما كان يفعل ما فعل. الذين يصدون عن سبيل الله ويكون عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. وأعلم كثيرا عن صفات سوات لها علاقة بإعوجاجكم، إعوجاج روحي نتن، وإعوجاج فكري مظلم، وانحراف خلقي مشؤوم، وإعوجاج بدني عندكم هامات كما هامات المنافقين. وارجع إلى صورة المنافقين، تعجبك أجسادهم ويأخذ بلبابك أنا منطقهم، ومنطق كلمة حق أريد بها باطل، لأنهم يبغون الوصول إلى باطل، فلا تعينهم على ذلك على حساب دنياكم وأخراكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه ورحمة.